اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد، في اشاره جديده، في حل جديد، في طريقه للحل منطقيه وشغل مظبوط 100%. معنا ابو عدي مع تصوير جديد تصوير جديد. طبعا احنا يا اخوان كثير انبعث لي على التعليقات انه جرن القفل جرن القفل جرن القفل، وشو وضع جرن القفل، وكيف بنحل جرن القفل، وشو الطريقة اللي بنشتغلها بجرن القفل، وشو التوابع التابعة على جرن القفل وإلى آخره. تمام، عندنا جرن القفل يا إخوان تعددت جرون القفل بطريقة مش طبيعية في المناطق الجبلية الموجودة في الأردن أو خارج الأردن. كان في كثير لجرن القفل. جرن القفل له عدة معاني. المعنى الأول إذا كان متلاصق، هسه راح نشوفه مع بعض بس برتب فيه ابو عدي. اذا كان متلاصق فهو له شغل. اذا كان السيال، احنا بنحكي عن السيال، اذا كان السيال غير متلاصق فله شغل ثاني. تمام، له قياس. اذا كان تابع له جرن له وضع. اذا كان على ميلان له وضع. كل اشاره حكينا قبل هالمره لها خصوصيه. اذا بدي اراعي الخصوصيه الموجوده في المنطقه اللي انا طالع عليها. مثلا هسه جرن القفل موجود على تل اللي احنا شايفينه هيو، ماشي، بيختلف لما تكون موجودة على أرض منبسطة. فبدي أراعي وجود هاي الخصوصية في الإشارة. تمام، كل إشارة بذكر كمان مرة إلها خصوصية لحالها، ما في إشارة مثل الثانية. لكن إحنا اللي بنحكي عنه اللي مثل بعض اللي هو الأساسيات. إذا نشتغل على الأساسيات وبعدين بنشوف شو الوضع اللي عندنا. تمام، شوفوا هالحمام هذا والعصافير نورس ولا هو غراب؟ غراب يا زلمة، غربان. تمام. طبعا احنا راح نفحصها اليوم كمان عشان نأكد على جرن القفل ونشوف ايش الوضع تبعه. طيب ان شاء الله يبين معي مظبوط لانه في الشمس ضاربة. هذا الجرن يا اخوان زي ما احنا شايفينه، هذا هو القياس تبعه. القياس تبعه تقريبي، يعني بنحكي قاعدين على 25 سنتي. هيك كويس، على 25 سنتي ب 25 سنتي. القياس تبعه 25 ب 25. اذا اجينا حكينا عن جرن مغارة، بغض النظر هسه موجود عليه السيال او لا، هو بالنهاية جرن مغارة. ثبت جرن المغارة بالسيال اللي هو القفل. طيب جينا حكينا إذا كان السيال الأول والسيال الثاني، أو هو السيال نفسه يعني، ماشي، ملاصقات للجرن فالشغل تحتها. إذا كانوا ملاصقات للجرن فالشغل تحتها، إذا المغارة تحتها. السيال اللي احنا شايفينه هسه، هاي الجرن، هاي بداية السيال، بيطلع بالشكل البيضاوي هذا وبرجع لنفس الجرن. تمام، نعتذر من كل المقاطعة. إذا السيال لف معي بهاي الطريقة ورجع على نفس الجرن، سكر الجرن عندي من الجهتين. إذا ثبت معي الشغل تحت الصخرة أو تحت الصفاء، ثبت معي الشغل، نهى معي الموضوع. الآن لو جينا أخذنا القياس على سبيل المثال، لو بدنا نيجي نحكي قياس، لو أخذنا القياس على 25 سنتي، ماشي، ورحنا باتجاه 25 متر أو 25 خطوة بهذا الاتجاه، ممكن نلاقي جرن هناك لكن هو مش تابع لهذا. نروح احنا نفكروا انه هذا الجرن هو تابع لهاي الإشارة، لكن هو ما بكون تابع لهاي الإشارة، هو بكون له خصوصية ثانية أو موقع ثاني أو قبر ثاني أو إلى آخره، ماشي. يعني كثير من الخبراء بغض النظر عن وجود القفل، بغض النظر عنه، وبعطيك اتجاه. الآن لما يعطيك اتجاه بصير يدور على الإشي المميز. شو الإشي المميز بالإشارة؟ مثلا على سبيل المثال في عندي بصمة، هيا هون شايفينها، هاي بصمة مثلا. صار يقول لك انه المميز هنا قاس الجرن، قال لك 25 متر تحت، وضحت، نزلكوا 25 متر تحت. الآن لما نزلت 25 متر 26 27 لقيت لك جرن هناك، راح يجي يقول لك لا، هذا تثبيت جرن القفل. لكن هو مش تثبيت جرن القفل،
جرن القفل القاعدة سكر السيال على الجرن من الناحيتين، ثبت عندي الموقع تحته. الآن لو ما سكر على الجهتين يعني شبك من هون لف اللفة هاي كلها لكن ما وصل للمنطقة هاي، وصل للمنطقة هاي، بروح باتجاه هاي المنطقة، يعني بروح بالاتجاه هذا. طيب لو القفل نفسه لف هيك ووصل لهاي النقطة بروح بالاتجاه هذا، لكن قديش ببعد؟ قديش ببعد؟ هون بدور على الاشي المميز عشان اعرف انا قديش ابعد. بلاقي اذا كان الجرن مش موصول بالسيالات او السيال ما كان موصول من الجرن، بلاقي فيه حواليه يا اما جرن خارجي يا اما جرن داخلي. وضحت؟ يا اما جرن خارجي اللي هو بعطيني اتجاه والمسافة، يا اما جرن داخلي برضو بيرجع بثبت لي المغارة تحت الارض. وضحت؟ ارجع عيد المعلومة عشان الكل ينتبه عليها. اذا كان السيال مقطوع ما كمل مثلا لهون ماشي، بعتمد توجيه وبعتمد الاتجاه تبع السيال، لكن اذا كان موجود جرن خارجي بعتمد اتجاه الجرن الخارجي ماشي، والمسافة تبعته بتكون قريبة، بعتمد اتجاه الجرن الخارجي. لكن اذا كان جرن داخلي فانا بثبت وجود المغارة تحت الصفا. طيب نكمل مع هذا الجرن. ثبت معي السيال، سكر معي السيال من هون ومن هون، واعطاني المسافة هاي، شايفين المسافة هاي؟ هيها وضحت. هون اعطاني سيال ثاني دخلني في هذا الجرن، واضحة؟ طلع لي هذا الجرن، السيال دخلني في هذا الجرن. طيب شو عمل الفكرة تبعته؟ ماشي، اعطاني توجيه اول الشطفة اللي موجودة في الجرن، وتوجيه ثاني مع البصمة هاي، اذا اعطاني نفس التوجيه بالاتجاه. طيب انا قديش مفروض امشي؟ على سبيل المثال قديش انا مفروض امشي؟ هاي 5 سنتي تقريبا، 10 سنتي تمام. لو بدي اقيس هاي بروح 10 متر، ما بدي اروح 10 متر، بدي اطلع على الخصوصية اللي جينا حكينا عنها في البداية، اللي هي خصوصية الصخرة او خصوصية المنطقة او خصوصية الميلان اللي موجود على الصخرة تمام. بدي ارجع لورا، راح ارجع لورا، هاي الاشارة، الميلان وين رايح؟ بهذا الاتجاه. الاتجاه اللي رايح الميلان عليه اللي هو نفس اتجاه شطفة الجرن ونفس اتجاه البصمة الصغيرة. طب انا على ايش بدور هسه؟ على مكان الحفر ولا على البوابة ولا على الدفين ولا الاشارة بتوديني هناك؟ انا بدور على مكان البوابة. طيب لو مشينا بالاتجاه هذا، مشينا هون، شوف شو راح يصير معنا. لا هيو هذا هون، وصلنا هون تمام، هون عند ابو الليل. وضحت؟ ثبت معي الصخرة والميلان، يعني هاي الإشارة شايفينها، هاي واضحة، هاي البوابة تبعتها، هاي مكان الدخول، هاي اللجف تبعها، مستطيل ناقص ضلع ولاجف للأسفل، هذا هو اللجف تبعها. نهى معي الإشارة، أعطاني البوابة وين؟ وهي كمان جرون يا سيدي، ها أعطاني البوابة وين؟ صعبة؟ هاي بصمة هون كمان، يا الله. إذا الإشارة أعطاني توجيه تبعها، لكن ما رحت نزلت تحت آخر الدنيا عشان أجي أقول الوضع صح أو غلط. تمام؟ أعطاني الإشارة هيا، أعطاني النزول، مكان اللجف، تشكيل المغارة. أنا بعرف لأني أنا فحصتها. تشكيل المغارة هذا هو. هي. تمام؟ إن شاء الله تكون مبينة بالتصوير. هيا هيك ها. هذا تشكيل المغارة. تشكيل المغارة مع توجيه البصمة موديني وين؟ على إشارة القفل. سهلة. والله يا إخوان ما هي صعبة. شوف مكان اللجف
ما اسهله، واضح، ما عليه اي كلام. خلاص الجف من هون، احفر من هون وانزل ثلاثة، وبعدين الجف باتجاه الاشارة او باتجاه الفراغ. طيب هسه راح افحصها كمان. ايش بدك هلا بالنسبة لل على صوتك عنه. هلا هاي بدنا نوضح ايش هي. هلا هي مدفن، هي مغارة، هي بالضبط شو هي بالضبط؟ هسه جرن القفل كجرن قفل ممكن يدل على اشياء كثير. في ناس بتقول لك جرن قفل، بس شو جرن القفل؟ هون التوضيح. جرن القفل ممكن يدل على مدفن، ممكن يدل على مغارة، هو بدل بالاخر بدل على وجود فراغ مصنع تحت الارض. صحيح. تمام، هذا اللي بدل عليه. ان كان انت نزلت لقيت، خلينا نحكي مدفن، لقيت مقبرة، لقيت بيت، لقيت ما بعرف ايش جوا، تمام، هو بالاخر بيدل على فراغ. اشارة الفراغ اللي لازم تكون موجودة، لازم تكون الاشارة شاملة لنفس الصخرة. يعني طبعا احنا بنحكي عن الصفايات، احنا هسه بنحكي، بنحكيش عن منطقة مستوية، بنحكي عن منطقة زي هيك ماشي وكلها صفايات. الاشارة بدها تكون شاملة، لإشارة المغارة بدها تكون شاملة للصخرة نفسها اللي عليها الإشارة وعليها التردد. اللجف لازم يكون موجود بغض النظر هو هسه كان موجود ولا مش موجود، هو بالآخر على الفحص ببين، تمام. لكن اللجف لو كان موجود فهو مساعد 99%، بيساعدك انك انت تلاقي الحل وتعرف شو الحل اللي بدك تشتغل عليه، تمام. طيب راح نفحصها مع سوا يا اخوان، جرن قفل حلو، راح نفحصه مع سوا ونشوف ايش الوضع تبعه، تمام، ونشوف لوين بدنا نوصل معه. خليكم معنا. طيب نرجع لكم يا اخوان عشان نفحص الاشارة ونشوف الفحص تبعها على ايش بده يدل وايش الوضع تبعه. طبعا هي انا واقف فوق الاشارة، الان انا بدي ابلش فحص. يا اخوان دائما اذا بدك تريح راسك خليك انت ثابت ابو جاي، خليك ثابت، تمام، اثبت ابو جاي، تمام. بدو يتفنن الدبان هلكتني يا زلمة. تمام يا حبيبي، دائما دائما بدي اعتمد الميلان، بدي اعتمد الامور اللي انا بعرفها، مثلا بدي اعتمد اشاره اللجف. طب اذا فيش اشاره لجف بدي اوقف فوق الاشاره، بدي اوقف فوق الاشاره وابدا افحص. اذا ما كان في اشاره لجف، اذا كان في اشاره لجف فهي ساعدتنا، وصلت لنا نتيجه معينه، النتيجه هاي بنقدر نفحص عليها. طيب راح ناخذ الميلان في الخطوه الاولى، في الاشاره اللي احنا عندنا موجوده هون، راح ناخذ الميلان ونشتغل على الميلان اول بالنسبه للفراغ. احنا مش قاعدين بنحكي بالنسبه للمعدن، نحكي بالنسبه للفراغ. تفضل ابو عدي. العشاء اشاره اللجف عندي هي هون، بحط اشاره اللجف خلفي، تمام، على السيخ العادي او على السيخ هذا زي ما بدكم، يعني على الحالتين شغال، يعني على السيخ القديم او على السيخ الجديد، اثنين شغاله، تمام. بالنسبه للفراغ الان بحط الاشاره وراي وبمسك سيخ الفراغ اللي هو السيخ الطويل، وبروح بالاتجاه مع الميلان لفوق، يعني بطلع طلوع لفوق، تمام. الان اكست معي المغاره او اكست معي الفراغ، هي هون في المنطقه هاي. برجع على الاشاره، عدنا كثير هذا الفحص يا اخوان، تمام، حكينا عنه، يعني كثير حكينا عنه. برجع للاشاره بحطها على يميني، تمام، اشاره اللجف بحطها على يميني وبروح بالاتجاه هذا، تمام. اذا سكرت معي في المنطقه هاي، اذا سكرت هون باخذ من المنطقه هاي، بخلي الاشاره هيك صارت اشاره اللجف على شمالي، وبروح بالاتجاه المعاكس، تمام. سكر معي في المنطقة هاي، باخذ قياس مثلا من فوق من تحت الى اخره، فحص الفراغ صحيح ماشي. طيب بدي اعتمد اشارة المغارة، تعال بدي اعتمد اشارة المغارة هاي، الاشارة هاي بدي اعتمدها واشتغل عليها. الان القياس عندي بالاول، تمام، بنحكي عنه تقريبا 10، وهون 10، لكن في الوسط بوصل له 18 تقريبا، تمام، 10 ب 10 الاحواف والوسط 18 من هنا كمان، تمام. الان بدي اشتغل على، اخذت انا الفحص سكر معي هون صح، بدي اشتغل على المنطقه هاي، بدي اشوف قديش تسكرتها سريعه ولا مش سريعه. بسم الله، لا تسكرتها سريعه، وضحت. اذا في عندي ميلان، اذا الاشاره صحيحه. طب بدي اخذ للوسط، بدي اخذ للوسط واشوف وين بده يسكر معي، تمام. الان
الوسط هناك سكر بسرعة. الآن الوسط كمل معي لفوق لحد ما سكر اللي هو اللي حكينا عنه. يعني صار معي بالشكل البيضوي اللي موجود أصلا بالإشارة، إشارة المغارة بشكل بيضوي جاية بشكل معيني. خلينا نحكي نفس الإشارة راح تلاقوها على الفاحص. طيب اعتمدنا المغارة، اعتمدنا وجود الفراغ، الآن بدنا نأخذ وجود المعدن. راح أفحصها من فوقها، تمام؟ راح أبعد عنها شوية، خليك أنت ببعد عنها شوي وبروح برا الإشارة، ما بدخل عليها، يعني ما بتروح على الإشارة نفسها، بروح برا الإشارة عشان ما أدخل على الإشارة نفسها، عشان أخذ جهة اليمين عشان إذا فيها معدن أو لا، وبمشي ما سويش شيء بس امشوا، تمام؟ أعطاني توجيه أول، بروح مع التوجيه، تمام؟ أكس معي، وضحت؟ سريع سريع لأنه أنا جنبها على طول، بدي أروح بالاتجاه هذاك وأجي للجهة هاي، يعني راح أروح بالاتجاه هذاك وأجي هون، بدي أشوف أخذها على الشمال. روح هاي بستناك ورا. ماشي. من هون، تمام؟ هاي الإشارة هون، أنا بدي أروح بالاتجاه هاي. هاي أول تأكيسة. رحت معاها. هاي ثاني تأكيسة. معاها. تمام؟ هاي ثالث تأكيسة. معاها. هاي رابع واحدة أكست في نفس المكان. ماشي، احنا فحصناها طبعا، هاي فحصها هون في المنطقة هاي. معدنها موجود، تمام، لكن المعدن مش قوي كثير، المعدن ماشي حاله. الآن احنا أخذنا الفراغ، أخذنا الإشارة، أخذنا تحليل الإشارة. شوف بكل الأحوال انت كباحث إذا جمعت هاي الأمور كلها، يعني جمعت علمك بالإشارة أو معلوماتك، خلينا نحكي بالإشارة، وجمعت التوجيه، وجمعت المناطق اللي هي الأساسيات، اللجف، تشكيل المغارة وإلى آخره، وجمعت معها الأسياخ، ماشي، أنت بتستفيد بكل الأحوال، راح تستفيد إن شاء الله، ماشي، لأنه أنت أخذت الأساسيات كاملة، إن كانت فحص وإن كانت إشارة وإن كانت تحليل وإن كانت إيش ما كانت، أنت أخذت الأساسيات كاملة، بتوصل لنتيجة. ما بزبط اليوم انت كمتابع بتتابع في هاي القناة او اي قناة بدك اياها، يعني انت حر، ماشي، عمالك تاخذ اساسيات. الاساسيات هاي اول شيء تعليمية، يعني انت بتوفر عليك انك انت تجيب خبرة وتوفر عليك الامور هاي، لانه انت بتصير عندك المعلومة، بتصير انت فاهم القصة. يعني انا كل مرة بقول اطلع اجتهد، لف بهجبال، شوف بهجبال ايش فيه إشارات، إيش في كذا، شوف مثلا قناة الحوراني أجت حكت مثلا هنا في إشارة لجف، أجا حكى هنا في كذا في كذا، هل هذا موجود على أرض الواقع، تمام، ولا بيجيب الإشارات من عنده؟ طلع على قناة فلان، قناة علان، تمام، على أي قناة بدك إياها، طبق على أرض الواقع. الآن إذا قدرت تطبق الأساسيات اللي بيحكوها على القنوات أو على قناتنا اللي بتعطونا لايكات عليها، تمام، إذا بتطبق الأساسيات على أرض الواقع ونجحت معك، طبق أساسيات الأسياخ، بتكسب، تمام؟ تمشي أمورك 100%. إشارة حلوة بسيطة، إشارة جرم قفل، تحليلها بسيط جدا، فحصها أبسط من تحليلها، فحصها بثلاث دقائق بتفحصها كاملة، تمام، وبتطلع من المنطقة وتكون عارف أنت إيش المعدن اللي موجود عندك، وعارف شو الوضع اللي عندك موجود. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، وإن شاء الله في حلقات جديدة وفي يوم جديد وفي إشارات جديدة وفي تحليل جديد. لا تنسونا من اللايكات، واللي مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية. شكرا لكم جميعا، شكرا.